يعني هذه اللحظة أنا ما بقدر أوصف لكم إياها، لأنه جدا جدا سعيد بالقرار اللي أنا أخذته، اللي هو مثل ما شفتوا بالعنوان الفيديو أنه قررت أغير المحتوى. وهذا المحتوى أنا من الأساس كان فكرته براسي، يعني من قبل الرياكشن، من قبل أي شيء. ولكن الحياة بتبدأ عند نهاية نطاق راحتك، بمعنى أنه أنا كنت دايما أتهرب وأبرم على الأماكن اللي بتريحني جسديا أو نفسيا، وهو كان مجال الرياكشن كتير هين. يعني أنا كان كل همي أبرم على بيت أو مكان فيه كهرباء أو إنترنت لحتى أقدر أعمل الشيء اللي أنا أقدمه على اليوتيوب. لاحظت أنه أكثر الفيديوهات شلتهم، أو أغلب كل الفيديوهات شلتهم، ذلك أنه أنا بلشت بهذا الكونتنت الجديد. جدا سعيد، جدا جدا سعيد، جدا سعيد، وبتمنى انتم كمان تكونوا سعيدين بانه انا اخذت هيدي الستيب، هيدي الستيب اللي حتخليني اعطي كل الكرياتيفيتي اللي عندي ونميها اكثر، من خلال التصوير، من خلال التقديم، من خلال الايديتنج، من خلال كل شيء. وطبعا ليش اخترت هيدا الكونتنت؟ حيساعدني لاشوف بلدان اكثر وانتم تشوفوا بلدان اكثر. بمعنى هذا انه انا لما اوصل لتونس او لمصر او للسعوديه او لتركيا او لجورجيا او ما بيهم البلد وين، انا دايما حصور لكم الاشياء الحلوه بهذه البلاد. وهذا الشيء يعتبر تحدي لإلي، والحياه من غير تحدي تعتبر مش حياه. يعني اذا ما كان عندك انت تحدي لنفسك لشو عايش؟ اعمل كل يوم شيء بخوفك لحتى تخلق قادر روح التحدي بينك وبين نفسك، لحتى تطلع، لحتى توصل. وانا خلص زهقت، مليت من النقطه اللي انا كنت مستقر فيها لوقت طويل، اللي هي الرياكشن، رياكشن على الموسيقى، رياكشن على اشي انا مش عم اقدم شيء حلو، مش عم اقدم شيء الناس تستفيد منه. فلازم اقدم شيء بقى فيد المجتمع، فيد الناس اللي عم بتشاهدني، فيد اعطيكم معلومات اكثر، تشوفوا الدنيا حواليكم. ممكن في كتير ناس مش قادره تسافر، بس في ناس قادره تسافر كمان مش عارفه شو تعمل بهذا البلد. هلا شيء اكيد، يعني شيء اكيد في البعض منكم مش رح يحب هذا النقل النوعي من الكونتنت اللي انا بقدمه. يعني فجاه كنت رياكشن وانت جاي تحضر رياكشن، لقيتني هلا حاليا عم بعمل فلوج. وفي ناس حتبقى معي وانا بقدر هذا الشيء، وشكرا جزيلا للكل، شكرا لكل اللي دعموني بالكونتنت القديم اللي انا كنت اقدمه. ولكن مثل ما قلت لكم، تا انا اكون مرتاح، تا اكون عم بعطي اكثر لنفسي، للمجتمع وللناس اللي عم بتشاهدني، لازم اعطي شيء في اكثر معلومات، في اكثر مغامرات، في اكثر عادات، تقاليد، مجتمعات، بلاد تانية. لازم يكون في تحديات بهذه الحياة لحتى اقدر كفي، لحتى اقدر احس حالي انه ايه انا عن جد عم بتعلم، عن جد عم نشوف اشي جديد بهذه الحياة، عن جد انا مبسوط بهذه الحياة. رح اعمل كل جهدي، كل جهدي، كل جهدي، اتعلم اكثر بطريقة التصوير، اتعلم اكثر بطريقة الفلوجينج. يعني اول فلوج نزلته ما هو كان الفلوج بروفيشنال، ولكن حاليا عم بتعلم كل جهدي اني اعطي الاشي الجميل، الاشي الحلو الماكسيموم فيني اعطيه، كان بالاديتنج، كان بالتصوير، كان باي شيء كان. يعني لازم دايما تعطي انت التوب اللي عندك لحتى ترجع تنمي القدرات اللي عندك، اللي انت عندك اياها اوريدي ولكن بدك تنميها. ولتنميها لازم تلاقي تحديات جديدة، لازم تلاقي نفسك عم تشتغل اشياء جديدة. برجع بقول من دونكم انا ما كنت وصلت لهذا اللي وصلت له حاليا. طبعا مش ناسي فضلكم ومش ناسي فضل اي حدا علي،
ولكن للأسف هغير الكونتنت. هذا تحدي لنفسي لحتى أشوف نفسي أنا قادر أعمل هذا الشيء، قادر الناس اللي بتحبني خليها تحبني حتى لو بكونتنت تاني. وأتشكر الكل من يقرر أنه حيضل معي بالكونتنت الجديد، بالمحتوى الجديد، وأتشكر كل مين خلص أنه هذا الكونتنت ما بيهمه وحيعمل يمكن يلغي الاشتراك ويمشي. وأنا أتفهم هذا الشيء، وشيء طبيعي جدا أنه أنت ممكن هذا الكونتنت ما بيهمك، أنه تشوف ناس عم بتسافر، تشوف بلدين تانية، وهذا شيء طبيعي. بالآخر الدنيا أزواق، هي لا مشاكل نفسية وهي لا مشاكل مع أي حدا كان ولا أي نوع من المشاكل، هي بس أنا بدي لقي حالي. هلأ بعد ما بحس حالي أنه أنا كيوتيوبر، لأنه مجال الرياكشن بالوطن العربي إجمالا ما هو إله القيمة. وأنا صراحة عم شوفه أنه أنا مش عم فيد أي حدا بهذا الكونتنت، مش عم فيد أي شيء بهذا الكونتنت، هي مجرد للتسلية يعني لتضيع الوقت. أما أنا ماني حابب ضيع وقتي، حابب أتسلى وبنفس الوقت أقدم شيء ممكن يفيد المجتمع، ممكن يفيد الناس اللي حوالي، وشيء يخليني أكبر مع الوقت، يخليني أقدر أطور من قدراتي في التصوير، في الأديتنج، في أي شيء. وما بدي أحصر حالي في مكان معين، لا، نحن خلقنا حرين، عبالي يكون حر، عبالي يكون شوف البلاد، سافر، سفركم معي وتشوفوا الاشياء حلوة. وبالنهاية بدي أقول الحب اللي خلق بيني وبينكم من وراء الشاشة هذا شيء عظيم، عظيم جدا. أنه لا بتعرفوني من أنا ولا بتعرفوا عني شيء، فجأة كنت من لما كنت بالسعودية لرجعت على لبنان لجيت على تركيا، في ناس متابعتني من الزيرو لهلأ. وهذا الحب اللي خلق مش شيء تافه أو مش شيء ما إله قيمة، بالعكس هذا الشيء عزز لي من قدراتي، يعني خلاني أعرف نفسي أكثر. وبالنهاية بحب لكم شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للكل، شكرا جزيلا لأي حدا ممكن حتى بس لو شاهدني مرة ولا عمل سبسكرايب ولا شيء، شكرا شكرا شكرا. واستنوا الفيديوهات الجاية إن شاء الله، حتشوفوا إشي حلو، إشي بيعجب خاطركم، حتستفادوا، نستفاد، استمتعوا بالسفر. مثل ما قلت لكم حبلش بتركيا، ومن بعدها حنروح على بلدين تانية. كونوا على انتظار، ولا تنسى الاشتراك، اللايك، الكومنت، وإذا بهمك هذا الكونتنت لا تنسى تدعم أخوكم أحمد الكسار. نشوفكم لاحقا.